والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، ينضم إلينا فيها الزميل مصطفى ميزار. أهلا بك مصطفى. أهلا بك وشكرا لك رجاء رمزي، وشكرا لك سحر نجم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2023، لتبلغ 3.5 مليار دولار مقابل مستويات 3.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. أشار التقرير الشهري للمجلس أن أهم القطاعات التي زادت من صادراتها هي الكابلات بنسبة نمو وصلت إلى 56.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 40.9%. أشارت التوقعات إلى أن الهند ستقود طلب على النفط عالمياً على مدار فترة لعشرين عاماً القادمة، على الرغم من أن الصين هي أكبر مستورد النفط في العالم حالياً. توقعت هذه التقارير تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط العام القادم لتصل وتحقق ما قيمته 9.1% مقارنة ب 2.4% في العام الجاري 2023، فيما يتوقع وصول مستويات الطلب على النفط إلى 107.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وهو ما يشكل ارتفاعا من مستويات 102 مليون برميل يوميا في العام الجاري. ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أظهرت بيانات أن الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار في العام الماضي. أوضحت البيانات أن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، وانتعشت صادرات إشباه الموصلات بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا. أعلن البنك المركزي في سريلانكا أن اقتصاد البلاد سجل نموا في الفصل المنتهي في شهر سبتمبر، وذلك في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبيا عن سداد دينها الخارجي في العام الماضي. قال المصرف إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6% مقارنة بانكماش وصلت نسبته إلى 11.5% قبل عام، وشهدت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في عام 2022، تخلفت عن سداد دينها الخارجي والبالغ نحو 46 مليار دولار بسبب النقص الحاد في العملات الصعبة والأجنبية. وافق الكونغرس في البرازيل على إصلاح ضريبي كبير فيما يعد انتصارا سياسيا للرئيس لولا دا سيلفا ومنعطفا تاريخيا لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. يعتبر هذا أول إصلاح لنظام ضريبي في ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ عام 1964. وافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح في تصويتين منفصلين بأغلبية أصوات وصلت إلى 365 صوت في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نوفمبر. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع رجائي وسحر. شكرا لك مصطفى ميزار.